حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من جنوب الموصل اللواء نجم جبوري قائد عملية نينوى. سيدة اللواء مساء الخير، أهلا بك معنا. النصر في الموصل إذا بات قريبا جدا، متى من المتوقع أن يتم إعلان التحرير بشكل كامل، وكيف يجري الفصل الأخير من العمليات العسكرية على الأرض؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. اليوم كنت أتكلم مع الفريق عبد الغني قائد قوات مكافحة الإرهاب. التقديرات تشير إن شاء الله خلال يومين أو ثلاثة يتم بالكامل تحرير مدينة الموصل كأقصى حد، والتأخير بسبب وجود مدنيين مع داعش في مساحة صغيرة تستلزم دقة أكبر وتأني أكثر جدا في سبيل عدم إيذاء المواطنين. نعم. طيب فيما يخص هذا الموضوع بالتحديد سيادة اللواء، وهو تنظيم ربما حركة النزوح أو تأمين سلامة المدنيين، كيف تسير الخطة؟ هل من بعض الأشخاص ربما استطاعوا الخلاص من داعش؟ هل من أعداد محددة لعائلات هربوا من داعش أو استطعتم إنقاذهم الآن؟ نعم، المئات يمكن الآلاف حتى من المدينة القديمة تمكنوا من الفرار من داعش. يعني أقصد خلال الفترة الحالية، يعني اليومين الماضيين على الأقل. نعم، تمكنوا يعني عدة عائلات. يعني أنا يعني كنت صار يعني تكلمين عن المدينة القديمة بشكل كامل، لا نعم هذه الفترة لا، أعداد يعني قليلة، لأنه داعش ما يسمح. داعش عند يعني أي واحد أو أي شخص يخرج مهما كان طفل امرأة يطلق النار عليه. نعم. طيب في الوقت الحالي وفي الفصل الأخير من العمليات العسكرية فيما تبقى من مناطق التي يتواجد فيها داعش، ما مصير من ضل من مقاتلي داعش؟ يعني هل هناك من مجال يعني أن يهربوا إلى مناطق معينة، أم مصيرهم هو المحاصرة فقط والقتل في النهاية؟ قسم منهم حاول الهروب سباحة في نهر دجلة وتم قتل كثير منهم، وأيضا المحليين يستخدمون هويات مزورة، قسم كبير منهم يلقى القبض عليه من خلال المعرفين او من خلال الناس. نعم. وقد يستطيع قسم قليل منهم النفاذ من مناطق التدقيق. طيب نحن نتحدث عن ربما كم عدد الفريق الذي بقي من داعش او المقاتلين على الارض؟ التأشيرات الموجودة عندنا والإشارات الموجودة من خلال المعلومات الاستخبارية يعني بين 300 إلى 500 كأقصى حد. نعم، وأكثرهم أجانب يعني مع عوائلهم. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة معنا اللواء نجم جبوري قائد عملية نينوى، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من جنوبية الموصل.